بعده. استر يا رب عايزك تفكري استر في يا اسم رب. حد انت بتحبيه. حد اسم حد انا بحبه، بحب ناس كتير بس اوكي. فكرتي؟ اقعدي قولي اسمه في سرك كده من غير ما تحركي شفايفك. بصي لي. انا كتبت، ممكن يطلع صح وممكن يطلع غلط. اسمه ايه؟ بنت ياسو. ياسو. طب انا هروح بقى يا جماعه وهسيب الفقره دي مع ايه، عشان انا بتعب قوي من الحاجات استني دي. والنبي، لا استني لا والنبي، لا اقعدي لا لا اقعدي والنبي، اقعدي اقعدي، مش عارفه يعني. طب بفكر فيها وبعدين؟ عشان طب همسافره. انت هتقول لنا بعد كده ده ازاي يعني؟ دراسه، هقول هشرحه ازاي دراسه، عرفت ازاي يعني؟ انا مش البادي لانجوج بتاعتك. انا عملت ياسو. انا عملت كده في ياسو يعني، ما عملتش حاجه والله، ما اتحركت، اقسم بالله ما اتحركت. بس انت بالنسبة هتشوف لك، لي آية بقى، سيبك مني شوية. بصي لي كده، بصيت لك. لو انا قلت لك فكري في رقم من 1 لـ100، فكرتي؟ فكرت. انا كتبت، ممكن يطلع صح وممكن يطلع غلط، عادي طبيعي. فكرتي في كام؟ في 12. 12. يلا يا ماما، يلا يا ماما، يلا يا ماما، ليكي اهل وامك عايزاكي في البيت، وانا عيالي وجوزي عايزيني. طب ده ازاي والله بجد؟ دراسة. انا عايز ادرس. بص انا بحاول طب استخدم بعد الخمس اذنك حواس درس بتوعي، لي. يبقى عندي حاجة زي الحاسة السادسة اللي هو خفة اليد مع البادي لانجوج لا مع سوري معلش، الرياكشن. بس معلش بس دي معلش مش معلش، خدعة، دي مش خدعة. لا دي لا دي مش داخلة معاها خدعة، خفة يد، لا داخلة دي مش معاها. خدعة. السايكولوجي علم. لا ثانية واحدة، دي مش اتفضلي. خدعة، ده احنا التفكير ما خرجش بره هو مخنا. الناس كلها محطوطة في مكان ان هو ده سحر. طب معلش، الصورة، الصورة يعني ازاي انت حكيت حكاية وانا فكرت في رقم، طلعت له الصورة، طلعت صورة على موبايله واللوكيشن ذهب. طبيعي.